السلام عليكم. سيتوجه معكم عمو جامع درويش العربي من مدينة عين ميلا، اليوم 14 نوفمبر 2020، من وسط المدينة، من ساحة أول نوفمبر للمرمى. هذه الساحة العمومية الأولى في عين ميلا القادمة. راهي باركة ضواولة. هاو المشكل وين يا جماعة؟ كي نديرو حاجة وما على بالناش على واه درناها، ودي دارها ما على بالوش، والناس كل تسال واش ندير الحكايه كيما هذه. نورمالمون ساحه كيما هذه، شوف الله يبارك، ضوا فيها الكراسة. نورمالمون الدنيا لنا راهي حاجه اخرى. هاو قاعد الحمام وكذا، هاي الحمام والوسخ وكذا مغلوقه. والمشكل وين يا جماعه؟ هاو المشكل الكبير اللي بقى مطروح. الحق نعرفوا واش معناتها الاعلام والقيمه تاعو، ولا ندزو برك. السلام عليكم.